يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجتي، يقول السائل، زوجتي مسحورة وتصرع، وهي صاحبة قيام ليل وصيام وصدقة، وإذا صرعت أدعو الله وأقول: اللهم بصيامها وقيامها اشفها وارحمها، فهل يجوز هذا الدعاء؟ قلنا لا تتوسل إلى الله بعمل غيرك، لا تتوسل إلى الله بعمل غيرك، فهذا غير مشروع، لأنك توسل إلى الله بعملها هي، ما هو بعملك أنت. اللهم بصيامي وقيامي استجب دعائي فيها، يمكن هذا. نعم.